وحنبتدي بقطعة شعرية مع الشاعر المفكر نعيم عاطف عنوانها تشويش. زي رادار جبار بيشوش على الإذاعات، زي الإرسال اللي بيحتاج فك الشفرات، أهو ده اللي بحسه جوايا ساعة ما بكون محتار، مش بعرف أقبل إيه أو أرفض إيه أو إيه أختار. طيب ما أنا بطلب صوت الرب يقول لي يرشدني، وبصلي وأقعد مستني، لكن مع طول الوقت أنا برضو بشك، أنا برضو بشك إنه سمعني، اتزاحم في دماغي الأفكار واتحيرت. هل ربنا سامع؟ طبعا سامع. طب ليه مش راضي يكلمني ويوعيني ويفهمني؟ الرب أكيد بيقول بس أنا مش سامع، وأنا عارف إن العيب مني، وأكيد رغباتي الشخصية قفلت ودني، عملت تشويش على صوت الرب وخدعتني. طيب ما أنا بطلب صوت الرب يقول لي ويرشدني، وبصلي وأقعد مستني، لكن مع طول الوقت أنا برضو بشك إنه سمعني، تتزاحم في دماغي الأفكار وتحيرني. عايزين نشوف عملياً وواقعياً إزاي أعرف ربنا عايز إيه من حياتي. تعالوا نشوف.